السلام عليكم متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية. اليوم بعون الله رح نتكلم عن أفضل موقع لاختصار الروابط. طبعا الموقع هو موقع أجنبي. رح نبدأ بالشرح. بالبداية رح يكون رابط تحميل، عفوا رابط تسجيل بالموقع، رح يكون موجود بالوصف. بعد ما ندخل إلى الموقع رح يظهر أمامنا بهذا الشكل. طبعا الموقع هو قديم، عمره أكثر من سنتين على ما أعتقد. الموقع صادق جدا، موجود إثباتات سحب كثيرة، حتى أني راح أورجيكم إثباتات سحب خاصة فيني. فبسم الله، بالبداية راح نضغط على كلمة ساين أب. بس رح ننتظر شوي لأن الإنترنت ضعيف شوي. طبعا بالبداية التسجيل سهل جدا، رح نكتب اليوزر نيم الخاص فينا مثل ما قلنا بكل الشروحات السابقة. يوزر نيم يكون مميز، بالإضافة يكون موحد. مثلا في حال أنت كنت تشتغل على الربح من الإنترنت، حاول تخلي اليوزر نيم الخاص فيك موحد بجميع المواقع. بالإضافة للباسورد خليها تكون موحد بكل المواقع مشان ما يصير خربطة وما يصير نسيان. فمثل ما قلنا اليوزر نيم بيكون موحد بجميع المواقع والباسورد بيكون موحد بجميع المواقع. بعد ما نقوم بكتابة أو باختيار اليوزر نيم الخاص فينا، رح بعدها الفراغ اللي بعده رح نكتب الإيميل الخاص فينا، الباسورد مثل ما قلنا، تأكيد الباسورد، ونضغط إشارة الصح أنك أنت موافق على شروط الموقع. بعدها نضغط على كلمة ريجستر. راح يفتح معنا الموقع بهذا الشكل. طبعا هي واجهة الموقع الأساسية. في حال راح نبدأ بشرح الموقع بالترتيب. بالبداية create link أو إنشاء رابط. في حال إن كان عندك مثلا أي رابط، نقوم بلصقه بالفراغ. بعدها نضغط على كلمة create. بعدها راح يظهر الرابط بالأسفل، بنسوي نسخ وبنقوم بنشر الرابط، سواء كان عندك مدونة أو قناة تليجرام، قناة فيسبوك أو بجروبات الفيسبوك، أنت حر. طبعا الداشبورد واللي هي الواجهة الأساسية للموقع، القسم اللينك موجود فيه اللينكات اللي انت قمت باختصارها. بامكانك تشوف الاحصائيات، عدد الزيارات لكل رابط، البلدان لكل رابط، والارباح الخاصة بكل رابط. بالنسبة لقسم السحب او الويزدرو، رح نشوف حاليا بهذا القسم. انا حاليا معي $6 بالموقع. اما السحب المعلق صفر، لان انا ما سحبت الارباح الموجودة حاليا. مجموع السحوبات $22.4. طبعا هون مكتوب ملاحظة انك انت بعد ما تقوم بعملية السحب لازم تنطر 7 ايام لحتى يوصلك السحب. ممكن يوصل خلال ساعة، ساعتين، يوم، اثنين، لحدود 7 ايام. في حال ما وصل السحب بعد 7 ايام، بامكانك مراسلة فريق الدعم. يعني انت ما لازم تقوم بمراسلة فريق الدعم قبل مرور 7 ايام. اما هون راح نشوف اثباتات السحب. في عنا $3 او تقريبا $4، اما هون تقريبا $7، هون تقريبا $12. طبعا كلهم سحبتهم على الباير. الموقع بيدعم الباير. طبعا اما بالنسبة لقسم الريفرال، الموقع بيقدم خاصية حلوة كتير واللي هي الإعلانات، البانر الخاصة بالموقع. أنت بإمكانك تأخذ البانر اللي بيعجبك تقوم بنشره أو بإضافته إلى المدونة الخاصة فيك. فأي شخص راح يقوم بالضغط على البانر وبالتسجيل بالموقع راح يعتبر كأنه ريفرال خاص فيك. مثل ما ملاحظين مثلا، هاي المدونة الخاصة فينا. مثل ما ملاحظين انا قمت باضافة اعلان بانر خاص بموقع EXE،
واللي هو اسمه سابقا كات يو ار ال اس. فاي شخص راح يضغط على هذا البنر او هذا الاعلان راح ويسجل بالموقع، فراح يدخل تلقائيا ريفرال تحت اسمي بالموقع. طبعا الى عدة اشكال، في عندنا ال 728 اعلان تقريبا شريط. طريقة اضافة الاعلانات راح تكون كالتالي، في عنا هذا النوع من الاعلانات، في عنا 300 واللي هو على شكل مربع، وفي عنا 160 واللي هو اعلان بشكل طولي. مثلا انا راح اخذ هذا الاعلان، نسخ، واتجه الى المدونة الخاصة فينا لقسم التخطيط، نضغط على إضافة أداة، بعدها HTML جافا سكريبت، راح نختار أي عنوان، مثلا أفضل موقع اختصار روابط، وراح قوم بلصق الكود اللي حصلت عليه من موقع EXE ونسوي حفظ. هاي المدونة الثانية الخاصة فيني، مثلا راح ادخل على هذا التدوينة، مثل ما ملاحظين ظهر الاعلان الخاص بموقع EXE. طبعا مثل ما شايفين حد السحب الادنى هو 3 دولار، طبعا قبل كان 1 دولار، ما بعرف اذا استمر 1 دولار او اكثر. مثل ما ملاحظين طرق السحب في بيتكوين، باي بال، باير وبايونير وويستر يونيون. فشرحنا حاليا قسم الريفرال، اما كونكت اس واللي هو التواصل، بامكانك من خلال هذا القسم ارسال رسالة الى فريق الدعم الخاص بالموقع. اما السيتينج طبعا نحن بمجرد تسجيلنا بالموقع راح يظهر بقسم السيتينج قسم البروفايل الاسم الاول، الاسم الاخير. اما بالنسبة للعنوان، انت بتقوم بإضافة عنوانك اذا احببت، العنوان الاول، العنوان الثاني، المدينة والشارع او الحالة، تقوم بإضافة الدولة والزد اي بي او الزد كود، بالإضافة الى رقم الهاتف. طبعا هاي الامور كلها جانبية، انت مش مضطر إضافة هاي المعلومات كلها. مثل ما ملاحظين الحد الأدنى للسحب 5 دولار للباي بال، 5 دولار للبيتكوين، 5 دولار لبنك سكريل، 3 دولار للباير، و100 دولار للويستر يونيون. أما هون في عنا الويزدرو ميثود واللي هو طريقة السحب، بإمكانك اختيار أي طريقة أنت تختارها مناسبة. أنا اخترت الباير، بقوم بإضافة عنوان حسابي بالباير، ولما أضغط على الويزدرو وأقوم بالضغط على ويزدرو وبتأكيد عملية السحب، فالسحب راح يتم تلقائيا إلى الحساب اللي قمت بتعيينه بالسيتينج بالبروفايل واللي هو باير قمت بتحديده. ففي حال أنت مثلا بالبداية أول مرة سحبت على باير وأردت بالمرة الثانية السحب بيتكوين، لازم تقوم بإضافة بتعديل الحساب الخاص فيك من السيتنج أو من الإعدادات. راح أقوم مثلا بتغيير من باير إلى بيتكوين أو باي بال، أي طريقة أنت تختارها. أما بالنسبة لقسم التول فهو قسم، أو قسم الأدوات، هو قسم كبير صراحة.
بس على ما أعتقد أن ال أعتقد هذا السكريبت أو هذا الكود خاص بالمدونات، أنك أنت بتقوم بإضافة الكود إلى المدونة نفس الطريقة السابقة، وبيتم اختصار جميع الروابط الموجودة بالمدونة القديمة والحديثة. طبعا أنا ما راح أتوسع بشرح قسم الأدوات لأني صراحة ما بستخدمه. فهذا هو كان شرحنا، طبعا مثل ما قلت رابط التسجيل بالموقع راح يكون بالوصف. صراحة هذا الموقع أفضل موقع أنا بتعامل معه، تعاملت سابقا مع موقع أدفلاي، طبعا موقع أدفلاي أرباحه قليلة جدا، تعاملت مع موقع ربحني اللي هو موقع عربي سوري، طبعا الموقع قام تم إغلاقه بعد ما وصلت ل$5 ما تم السحب للأسف، تم النصب. لذلك يفضل نتعامل مع المواقع الأجنبية دائما، المواقع الأجنبية أغلبها مواقع صادقة بالإضافة تتسم بالاستمرار بعكس المواقع العربية اللي ممكن أنه تنغلق بأي لحظة. فهذا هو كان الشرح، صراحة بنصحكم تتعاملوا مع موقع EXE، مثل ما قلت الرابط راح يكون بالوصف. هذا هو كان شرحنا، ما تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية، بأمان الله.